أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن وصول أكثر من مليون حاج إلى الأراضي السعودية عبر منافذها الجوية والبريه والبحريه ومن مختلف دول العالم، وذلك لأداء فريضة حج هذا العام، وقالت المديرية أن الزيادة بعدد الحجاج القادمين من الخارج لأداء مناسك الحج بلغت نحو 65 ألف حاج، بما يمثل سبعة بالمئة مقارنة بعدد القادمين في نفس الفترة من العام الماضي وكانت السعودية أعلنت في يوم عرفة لموسم الحج الماضي اكتمال وصول ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة وقدرت أعدادهم بنحو مليون وأربعمائة ألف حج